زيدان من مدينة الجديدة. كنعاني من واحد الإصابة، كانوا تبوشوا لي العروق، الوزن ديالي ما سمحش ليا وهاودا داكشي، وتبوشوا لي العروق في الرجال وخمج لي الصبع، خمج لي الصبع الكبير ديال الجيلة، وعانيت مدة شي 4 شهور وهادي من هذيك الإصابة. وهاد دابا شي 2 ولا هادي حيدت الرجيلة ديالي، كان عام الحمد لله. ما هذا من فضلها، انتم كتشوفوا الرجيلة ديالي محيدة، غير كان نطلبوا محسن غير على روح المعيشة، باش لكن شي محسنين. انا دابا كان بارك غير انا امي في البيت، عندي شوية المرض نفسي، كنشرب بريتمون ديال الراس. باي انا كنت المره الاولى ملي كان عندي السن ديالي باقي شويه، كنت باغي نخدم على الوالده ونكافح حتى انايا باش نوصل، ولكن دابا قدر الله وقعت لي الابسي الحمد لله. ما كاين لا شيء، ما دابا كنخرج غير عند الباب، كنسعى كيدوروا معايا الحباب باش نكونوا مع الزمان، وهذا من فضل ربي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا كنتمنى من المحسنين يعاونونا غير على قد الحال، ما المعيشه ديالنا، مواد غذائيه وهادي، ولكن صافي ما محتاجين المواد الغذائيه وشويه الكافيين والقهوه وداكشي وشويه اتاي صافي باش نكونوا. وهذا من شوفوا المحسنين جزاكم الله خيرا، لكن شي جمعيه ولكن شي هادي لا ماشي للضروره. حتى دابا انا كنعاني من الوزن وداك الشيء، الا كاين شي رجيله اصطناعيه باش نحرك شويه السعرات الحراريه، ولله الحمد هذا من فضل ربي. كنتمنى غير شي رجيله اصطناعيه باش تكون معايا، باش انا نكافح ونخرج شويه من الحومه ونخرج نشوف البحار ونشوف. يا صافي سمحوا لينا، جزاكم الله خيرا.